عن الكوتش مصطفى، واليوم فقرتنا الرياضية هي 5 تمارين لكامل الجسم بوزن الجسم من دون أي أدوات بأسلوب تدريب الثبات، ألا وهو الأيسومتريك. أسلوب تدريب مرة ممتاز لتقوية العضلات وتقوية الأربطة المحيطة بالمفاصل ولكسر التحسن الجسدي أو البلاتو. الهيكلة كالتالي، حنعمل 30 ثانية لكل تمرين، 10 ثواني راحة بين كل تمرين وتمرين للخمس تمارين كاملة، ثم ناخذ دقيقة راحة. حنكرر الخمس تمارين هذه 5 جولات ورا بعض، بين كل جولة وجولة دقيقة واحدة راحة. تكنيك الايسومتريك او ما يسمى بتدريب الثبات، من مميزاته انه بيقوي الاربطة المحيطة بالمفاصل، فبالتالي فرصة الحدوث الاصابة تكون اقل والعضلات تكون اقوى، وايضا يكسر روتين التمرين وبالتالي يكسر الثبات او التحسن الجسدي الحاصل. اول تمرين من الحصة راح يكون تمرين القرفصاء بتكنيك الثبات. الايسومتريك او اسلوب الثبات قلنا من مميزاته انه بيقوي الاربطة المحيطة بالمفصل، يعني هنا في التمرين القرفصاء السكوات راح تركز على أربطة الركبة. طبعا الأرجل كاملة راح تشتغل معاك في التمرين، تمرين مركب ممتاز، من أكثر التمارين اللي تحرق سعرات في الدقيقة مقارنة بالتمارين الثانية. التمرين الثاني من الحصة راح يكون تمرين البوش أب بتكنيك ثبات. راح تنزل تحت في حالة انقباض العضلة وراح تبقى ثابت هنا لمدة 30 ثانية مثل ما ذكرنا. بعد ما تخلص تمرين القرفصاء هذا راح يكون تمرينك الثاني. التمرين هذا راح يشغل عضلات الجزء العلوي كامل من الجسم، الصدر، الظهر، الأكتاف، التراي، والأربطة اللي راح تقوى في التمرين هذا هي أربطة الكوع، المعصم، والكتف. التمرين الثالث راح يكون الباك إكستنشن، وهو تمرين يركز على عضلة أسفل الظهر والردف وشوي من نواة البطن هو الكور. تمرين نعمله 30 ثانية ثبات في حال انقباض العضلة. التمرين الرابع راح يكون لعضلات البطن والخواصر، وكامل نواة البطن راح تكون شغالة. راح تقعد على جنبك اليمين وتطلع كامل بكوعك وتقرص على عضلة الخصر والبطن وتثبت عليها 30 ثانية. التمرين الخامس راح يكون تمرين الهولو هولد، فقط أسفل ظهرك راح يكون لاصق الفرشة وباقي جسمك معتمد اعتماد كلي على عضلات البطن ونواة البطن.